ما هي هذه الأكاديمية بداية؟ ما هي هذه الرابطة التي تواكب عمل الأكاديمية لديكم في زمر؟ رابطة أكاديمية وشباب زمر عبارة عن إطار شبابي طلابي من مختلف الانتماءات والعائلات في قرى زمر الأربعة. سعينا لسد حاجيات الشباب والطلاب الأكاديميين وأيضا العمل على نهضة البلد على جميع الأصعدة وإحياء الثقافة في زمر. يعني أنت تحكي عن شغلتين قد تختلفان عن بعض الواحد عن الثاني، لكن أيضا في بنات الاتصال من جهة بتكون تسدوا احتياجات الطلاب الأكاديميين بأي طريقة بأي صورة. شو الشغلات اللي ممكن تقدموها لمثل هؤلاء الطلاب الذين يتعلمون في الجامعات يعانون ما يعانونه؟ كلنا نريد منهم أن ينجحوا وأنتم بطبيعة الحال تعملون في هذا السياق. أي احتياجات بالأساس تصلكم من خلال هنا أسماء؟ أهم شيء نقدمهم الدعم، يعني التشجيع. أهم أهداف لنا كجمعية الجامل هو تنجاح العمل التطوعي والدراسة لكل الشباب، حتى يكونوا تقديم الأفضل دائما، وحتى يساهموا كمان في عملية البناء المجتمعي ضعفاء وتفاني. أنت عم تحكي عن نهضة البلد، يعني بنحكي شباب، بنحكي نهضة، بنحكي تطوع وما إلى ذلك، لأي درجة عندكم حاسة في لهفة في تحمس لهذا العمل المشترك؟ كثير فعاليات عملنا، كثير فعاليات نشاطات ثقافية اجتماعية تطوعية، على رأسها فعالية باسم التوجيه الدراسي. فعالية التوجيه الدراسي كانت سابقة في المنطقة من حيث المضمون والأسلوب. قمنا بتجميع الأكاديميين، قمنا بترتيب مخطط حول كل موضوع أكاديمي للإجابة عن كل استفسار من قبل الطلاب الجدد المقبلين على التعليم العالي. مين اللي قدم لهم الحلقة الدراسية وهذه الورشة الخاصة بالتوجيه الدراسي؟ نحن الطلاب الأكاديميين. عندهم أنفسكم، يعني ما جبتوش هو المختص براني خارج اللي يحكي لهم، أنتوا بنفسكم. بدأت من مستدعينا المحاضر الكبير أشرف قرطان، وقدم محاضرة حول أسرار النجاح في الحياة. كان مؤثر أشرف على الطلاب بشكل أو بآخر؟ حسيت إنه تأثروا بمحاضرته؟ أكيد، وهالفعالية بالذات يعني حققت نجاح كبير جدا. كيف هي معنا؟ لجنة إدارية يعني الآن نرتب لتحقيق نجاح آخر بتوجيه دراسي آخر للعام الجديد، نرتب للعام الماضي. طيب شو بالنسبة لنهضة البلد؟ عم تحكي بشكل أو بآخر إنه ضروري إنه إحنا كطلاب نساهم في مجتمعنا، يعني إحنا مش مبتورين، إحنا مش مقطوعين هذا المجتمع، إحنا أبناء وجزء منه. كيف بتشتغلوا لصالح البلد من أجل نهضة البلد؟ أترك الأمسيات الثقافية آخر الفعاليات اللي عملناها اللي كنا بإنجازها هي تكريم المتفوقين في امتحان الفخومتري. حلو. حيث قدمنا دراسة شهادات تقدير للأشخاص اللي حصلوا على علامات متفوقة لدعمهم وتشجيعهم لتسديد عنوان لهم حول كل ما يخص تسجيل الجامعات وما إلى ذلك. أسماء، بالإضافة إلى مسألة توجيه الدراسة وتكريم المتفوقين، هل كانت عندكم أيضا فعاليات أخرى في هذا السياق؟ أكيد. أهل الدار. أكيد أهل الدار تضمنت عرض أول برنامج جمهورية توك العين علينا، الذي يتمحور حول العلاقات بين العرب واليهود في البلاد. محاضرة أيضا للمحامي أيمن عوز الذي أتى خصيصا من حيفا لتقديم محاضرة حول ماهية الخدمة المدنية. حلو. وأهم المشاريع المستقبلية التوجيه الدراسي على دراسة العام الماضي، وأيضا مشروع كيان زامل. مشروع كيان زامل هو تطبيق تاريخ زامل بكتيب صغير من صور ومواد عن زامل. الهدف الأساسي منه لهذا المشروع وإحياء معالم زامر لجميع الأجيال. رائع جدا. أسماء، حضرتك أعطينا هيك بطاقة تعريف لكي يعرف الجمهور من هي أسماء زيدان اللي تتحدث إلى البرنامج. أسماء زيدان عضو إداري في رابطة أكاديمية وشباب زامر، مقبلة على التعليم العالي، إقبالي للتعليم هو مجال التصميم والفنون. نعم، إلى الأمام أسماء زيدان، إن شاء الله أنت طبعا وأصدقائك ورفاقك في هذا الإطار تنهضوا فعلا في بلدكم وكل بلد تحت وحدكم. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. شكرا لك. إلى اللقاء، باي باي.